咋咋咋咋咋咋咋 مساء الخير ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامجكم رايكم شباب اكيد مستمرين معاكم لمده ساعه كامله مع فقرات متنوعه وضيوف مميزين واللي يميز حلقتنا اليوم أنه راح نتكلم فيها عن الطاقات الشبابيه والانجازات الشبابيه فراح يكون معاي في البدايه اللاعبه مريم ناصر عطله في فريق الهوكي النسائي عبر الهاتف واللي راح تكلمنا عن انجازات الفريق من بعدها راح يكون معاي مجموعه من الطالبات لديهم مشروع يخدم المجتمع، راح نتكلم عن فكرة مشروعهم وأهدافهم، وفي الختام أكيد يسعدني الترحيب بالدكتورة عذاري الفضلي، استشارية العلاج النفسي الإكلينيكي، واللي راح تكلمنا عن مشاكل الطلبة ومشاكل المراهقين وأشياء مثل هذه، وشنو دور الأسرة ودور المدرسة والمجتمع في هذا الشيء. نفس ما قلت لكم اليوم حلقتنا راح نسلط عليها الضوء عن الإنجازات الشبابية وما شاء الله مثل ما تعرفون يعني مو غريبة على أهل الكويت وشباب الكويت الطاقات الشبابية الهائلة وأكيد هم محتلين المراكز الأولى في كل مجال وفي كل يعني هدف هم يبون يحققونه فبنتكلم اليوم عن إنجازات الشباب الكويتي في الثلث والجزء الأخير من سنة 2018 فأكيد كلنا فخر في هذا الإنجاز وبنتكلم عن شباب شبابنا في الثلث الأخير من سنة 2018 وبنبلش مع إنجاز المهندس عادل الوصيص كرم صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بمناسبة حصوله على أربع براءات اختراع والجائزة الذهبية في معرض الاختراعات الدولي أكيد إحنا فخورين فيك يا عادل وأيضا عندنا الإنجاز الثاني للرئيس التنفيذي لمصفات سون الكويتية الفيتنامية اليابانية تركي العجمي وتمكن بوقت قياسي من إنتاج البنزين الخالي من الرصاص بنجاح وفقا للمواصفات والجودة المطلوبة وأيضا ما خلصنا من إنجازات شبابنا وليد النومس لعنزي حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة إرناندا الدولية للعبة الكاراتيه لسنة 2018 وأيضا عندنا إنجازات لطالبات الكويت للمرحلة المتوصلة وحصولهم على المركز الأول في مسابقات أولمبياد اللغة الإنجليزية المقامة في الأردن وذلك بمشاركة جميع الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية وأيضا ما خلصنا من إنجازات شبابنا وأكيد إحنا فخورين فيكم الدكتور أحمد نبيل تم ترشيحه من اللجنة المنظمة لمؤتمر ون يانج وورلد ليكون الممثل الرسمي لدولة الكويت حيث تم اختياره شخص واحد من كل دورة وبحضور رؤساء دول وممثلي الأمم المتحدة وقادة من مختلف المجالات ويتم اختياره يصبح سفيرا دائما للمنظمة أكيد فخورين فيك دكتور أحمد وما خلصنا من إنجازات شبابنا الكويتي بنت كويتية تهاني عبدالله الهاجري حصلت على ثلاث جوائز في معرض العالمي في موسكو للاختراعات لسنة 2018 حصلت على الميدالية الذهبية وكأس اتحاد المخترعين الروس والميدالية البرونزية لاختراعها اداة طبية في وتكنولوجي للتقرحات والقرقرينة اكيد احنا فخورين في تهاني واخر انجاز لسنة 2018 اللي هو منتخب الكويت للسيدات فريق تأسس بأقل من ست شهور بأول مشاركة خليجية وقدر يحقق أول ميدالية كويتية ويرفع اسم سيدات الكويت في الميداليات هذا بالنسبة لإنجازات شبابنا الكويتي أكيد إحنا فخورين فيكم ومو غريبة على شبابنا وأحين عندنا اتصال هم فخر نفخر فيه وهو عن هم الرياضة النسائية يسعدني الترحيب باللاعبة مريم ناصر عطلة يا هلا ومرحبا فيك مريم مريم معنا على الهواء يا مريم معاكم على الهواء يا هلا ومرحبا فيك يا مريم واحنا فخورين بالانجاز اللي انت قدمتيه تسلمين يا رب تسلمين اول شيء مسي عليكم بالخير كلكم ومشكوره على المداخله أنه انتم اهتميتوا حق فريق الهوكي السيدات اكيد احنا يعني نستقطب الطاقات الشبابيه ونبرزها من خلال برنامج رايكم شباب للمجتمع ونفس ما قلت يا مريم احنا فخورين فيك في البدايه كلمينا عن فريقكم ونشاته فريق الهوكي السيدات بلشنا لعبنا 2008 كان كم شهر بسيط ما كان في دعم اللعبه نهائيا لما اعترفوا بلعبه الهوكي بالكويت ردينا حاولنا نتجمع كلنا في شهر سبعه 2017 طلعنا اول معسكر كان في التشيك تدربنا بعدها طلعنا بطوله تجاريه حاولنا ان احنا طبعا ناخذ البنات المهتمين في لعبه السكيت حاولنا نتدرب مع بعض اهتمامنا النادي قدم لنا خدمات قدم لنا اللي هو اللبس علينا تدريبات مع اول بطوله جربنا من نفسنا جربنا مستوياتنا كان في بانكوك شهر, شهر عشر شهر 10 اللي طاف عفوا ورجعنا مع التدريبات البسيطه القليله هني حاولنا ان احنا نطور من نفسنا عشان نشارك بطولات ثانية حلو، أه يعني بما ان انت ومريم طورتوا من نفسكم اكيد شاركتوا في بطولات ثانيه، ليه تكلمينا عن المشاركه اللي شاركتوا فيها في ابو ظبي؟ بطوله ابو كانت اللي هو بطوله الخليج. استضافوا أه لنا فيها الامارات مشكورين أه. أه. أه كانت وايد بالنسبه لنا تجربه حلوه احتكينا البنات من عمرنا خليجيات نفسنا أه. أه. روح رياضه كانت مرتفعه عندهم وايد أه. أه. مستوياتهم كانت يعني هم كانوا ما شاء الله متفوقين بس أه. نفس الوقت ما حسسونا أن ترى انتم فرقوا قدرنا نقايش معاهم قدرنا أه. نلعب وياهم الحمد لله خذينا المركز الثالث. أه. حلو يعني توني بسالك مريم عن مستوى المنتخبات الثانيه، شلون شفتيها بالنسبه لمستوى فريقكم؟ شوفي هما مستويات هم مستوياتهم ان شاء الله ممتازه أه. كونهم بنات يلعبون مو اقل من خمس سنين يدربون على اللعبه أه. احنا فعليا اللي اللي الامكانيات اللي جت لنا احنا كلاعبات هوكي لعبنا ست اشهر بس <applause> فمستوياتهم ممتازه وهم مستوانا اللي احنا في ست اشهر قدرنا نقايش معاهم ونجيب مركز ثالث هم هذا وايد صحيح وبرافو عليكم يعني لمده ستة شهور وتو فريق يتاسس ويديد وانتم جبتوا المركز الثالث يعني مريم كلمينا عن طريقه التدريب اكيد كان هناك طريقه تدريب مكثفه وحبكم لهذا المجال. هناك تدربنا قبل قبل كل مباراه يعطونا صاله ندرب واول يوم وصلنا هناك اعطونا تدريبات وهم قبلها احنا بال بالكويت سوى لنا هو معسكر كان داخلي مه. وتدريبات يوميه على اساس ان احنا نرفع مستوانا. اها شلون طريقه تدريباتكم هنا عندنا بالكويت؟ شلون يعني اسستوا الفريق؟ شلون عرفتوا ان في ناس هاويه لهذه اللعبه؟ مبدئيا احنا اللي شاركنا يعني احنا اللي كنا صديقات من 2008 بالفريق كنا ما زلنا يعني متواصلين مع بعض اللي تتذكر ثانيه تبلغها تعالي فلما شافوا صالة التزلج تدريباتنا في بنات يوم يشوفون التدريبات صار في عندهم اهتمام صار أه. عندهم انه يسالون شلون مالهم فلما يوم سالوا شافوا في منهم شاركوا والله الحمد معانا يتمرنون. أه. حلو بصراحة شيء جميل وألف ألف مبروك يا مريم حصولكم على المركز الثالث جميل. في هذا المجال وهذه اللعبة يا ريت تكلمينا عن مشاريعكم المستقبلية. آه ان شاء الله اللي هو طموحنا الحين آه كاس اسيا آه راح يكون في شهر آه اثنين الجاي ان شاء الله <applause> فموعدنا آه رئيس النادي في هيك العزمي آه مسي عليه بالخير انه ان شاء الله راح يكون في معسكرات <applause> الحين على ما يرتبونها لنا وطبعا تدريباتهم داخليه وان شاء الله نقدر نجيب الكاس اها حلو يعني ان شاء الله يا ربي نستضيفكم ان شاء الله مره ثانيه عندنا هني بالاستديو في مشاريعكم اللي انتم حققتوها والاهداف والانجازات وكلنا فخورين فيكم وبشبابنا الكويتي كل الشكر لك مريم على يعني المداخله الهاتفيه وايضا الف مبروك ويعطيك الف عافيه. يلا يعافيك مشكوره اختي ما قصرتي. تسلمين مشاهدينا اتمنى انكم استفدتوا من هذه الفقره وهذه الانجازات متواصلين معاكم ولكن فاصل وراجعين لكم. رجعنا لكم مشاهدينا في هذه الفقرة مع مجموعة من الطلبة والطالبات المتخصصين في الهندسة المدنية وبيكلمونا عن مشروعهم وهو مشروع التخرج. بنتكلم عن تفاصيل اكثر مع ضيوفنا في البداية ارحب في طالب سالم الخضاري يا اهلا ومرحبا فيك سالم أهلا يا هلا والله وايضا الطالبه فاطمه ميرزا يا هلا مرحبا فيك فاطمه هلا والله والطالبه زينب خورشيد يا هلا مرحبا فيك زينب حبيبتي اهلا وبالنهايه الطالبه شعاع هطلاني يا هلا مرحبا فيك شعاع في البدايه يعني بدي انكم تكلمونا عن مشروعكم وفكره المشروع بالبدايه مع زينب احنا بدايه شلون فكرنا في المشروع باكثر مشكله نواجهها بالكويت واللي هي الزحمه وهذا شيء وايد ملحوظ بالكويت فتقدرين تشوفين تقاطع الرابع مع شارع عمان اللي هو اساسا مشروعنا تطوير هذا التقاطع في مشكله كبيره اللي هي فوق تحت كبدايه والمشكله الثانيه الناس اللي تبي تروح يسار لو تلاحظينها فاذا تقدرين تشوفين يعني انت حين هذا هو المشروع هذه هي المشروع المشروع المشكله بشكل بعد التطوير اذا هذا اي اي طريق اي شارع الرابع وتقاطع مع شارع عمان طبعا هني المطافي اللي صوبك اللي صوبي إيه هذه المطافي إيه المطافي صح؟ اللي أوكي عليه اللوجو اي عرفت اوكي صح؟ فهذا إيه تقاطع الرابع مع شارع عمان هني مشكله اي فشنو حلها عقب الدراسات حق حلول وايد كثيره قارناها مع مع حكومه يعني كان في حلول من الحكومه فالحل اللي وصلنا له ان احنا راح نبني جسرين، جسر ايج صاعد من شارع عمان إيه وجسر يايش من الرابع، اثنينهم يكملون بفلو يعني مبطل من غير اي زحمه للخليج العربي، فصار انه باختصار اللي يايش من الرابع ويحتاج انه يوصل الخليج العربي راح داخل من يعني من غير اي زحمه، من غير اي اشارات السالميه المعتاده ويوصل الخليج، ونفس الشيء اللي يايش من عمان. يكون هم بنفس الشيء دايركت فلو احنا عندنا ويصب وين؟ بالخليج <applause> ونفس ما تشوفون اذا تقدرين زوم صوب المطافي أيه؟ مخلين مثل تحت تحت الجسر دخله يعني هذا خالص هذا المشروع اللي انتم يعني أيه؟ منفذينه حلو فيصير ان من يجيهم البلاغ دايركت من تحت الجسر على طول بس يتبطل لهم الحاجز ويروحون حق البلاغ من غير ما يكفون بالزحمه من غير ما يكفون بالاشاره من غير اي شيء <applause> واخر حل ان الفوق تحت تسكرت له حاره إيه؟ هو مشكلته شنو لو تلاحظون تي دوريه توقف إيه؟ عشان هم ياخذون الفوق تحت فحل ان احنا سكينا الفوق تحت إيه؟ وخذينا حاره زياده من الم... البراحه إيه؟ للمواقف مواقف إيه؟ فبدال اللي خذيناها بطلنا واحده إيه؟ وباختصار هذا هو إيه؟ المشروع. يعني هذا المشروع زين لو بنتكلم شعاع عن السبب اللي خلاكم تفكرون في هذا المشروع هل ذكرته ولا في اسباب ثانيه ان احنا ليش اخترنا هذا المشروع المكان بالضبط إيه؟ مثل ما قالت لك صديقتي زينب مه. المكان هذا وايد زحمه مه. خصوصا المكان هذا فيه وايد مثل ما اذا تعرفين وايد عيادات وايد يعني وايد وايد زحمه بهالمكان مه. فاحنا اخترنا هالمكان لان حتى حتى اللي يبي الخليج العربي يبي يمشي مثلا دايركت يروح الخليج العربي مضطر انه هو يمشي ليه الزحمه كلها عشان يوصل الخليج العربي فحسينا ان هذا المكان وايد يعني احسن مكان نلقى له حل حق حلو هذه الزحمه حلو صراحه شيء حلو يعني ومبادره منكم وايد حلوه ويا ريت تكثرون من هالمشاريع مو بس هالمكان يعني في اماكن وايد عندنا بالكويت كلها زحمه يعني سالم لو بنسالك عن ان ما شاء الله وايد حلو في امكانيه ان هذا المشروع يتطبق على ارض الواقع آه آه شوف احنا قبل كم يوم كان عندنا المعرض مال التخرج فكنا قاعد نعرض المشروع حق الناس حلو. فجونا ناس تشتغل بال بال بالطرق. حلو. ووايد عطونا يعني سبورت 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 حلو, حلو. وقالوا لنا حتى انه يعني اوصلوا في فوق يعني م -م. دوروا السبورت اللي اللي تحتاجون عشان تطبقون هذا المشروع. م -م. لان احنا يعني هذا المشروع قعدنا حتى المشروع هذا يمه برايح سالم. م -م. فمن برايح سالم كنا قاعدين مع المهندس فيصل الجهيم، ففيصل الجهيم دعمنا وايد بالبيانات والمعلومات اللي حق هذا المكان. أوه. ف يعني اشتغلنا عليه بطريقه وايد بروفيشنال اللي ان شاء الله توصل حق أوه. واضيف على كلام زميلي احنا يونا مهندسين من وزاره الاشغال ووزاره الكهرباء. أوه. قالوا المشروع مبدئيا فكرته وايد حلوه وممكن يحل مهم. الزحمه بشكل وايد كبير مهم. بس انه يحتاج تطوير يعني بدال لا نخليه ون واي للبحر يصير رايح راد إيه. وانه بدال ما يبلش بس من الرابع يوصل للخامس ونزيد فيه عدد المداخل والمخارج بحيث انه اللي مثلا يصعد الجسر بالغلط يقدر مثلا ينزل بالتقاطع اللي بعده صحيح، يعني فاطمة يعني وايد حلو بصراحة المشروع، لو بنسأل هل درستوا تكلفة هذا المشروع؟ عشان يعني لو بتطبقونه فعلا على أرض الواقع أكيد تهمهم هم التكلفة. إي هو أكيد في دراسة حق التكلفة والمدة، بس هذيل التاسكس يندرجون تحت مسمى المانجمنت تولز، يعني أنا شيء إداري. هذا انا ما اقدر احدده الا بعد دراسه طويله إيه؟ واحنا بكون احنا اربع طلبه بالمشروع حبينا مم. نتخصص بالشيء الاساسي اللي احنا حاطين عليه السكوب اللي هو الزحمه المروريه والمبنى الانشائي مم. يعني سالم وشعاع كانوا ماسكين جزء الترافيك اللي هو الزحمه المروريه إيه؟ وانا وزميلتي زينب نقينا الستركتشرال بارت اللي هو حق الجسر نفسه شلون انا اميل السياره بسرعه معينه بحيث انه ياخذ الساي جريديس وهو مرتاح ينزل على البحر <applause> فهذا اللي احنا تخصصنا فيه يعني زينب لو بنسال المشروع هذا لو بيتطبق كم سنه ياخذ له عشان يتنفذ شوفي هو كمبدئيا هو طبعا اي مشروع راح يصير فيه بلس وماينس <applause> على حسب طريقه الاداء فهو مبدئيا من, من سنه ونص لسنتين <applause> هذا اذا ظلينا على الحل الافتراضي نفسه اللي احنا حاطينه اللي هو تقريبا طول الجسر 1118 متر <applause> فاذا ظلينا على نفس الجسر نفس المده بس اذا خذينا فيها الدراسات اللي يعني انصحنا فيها بالمعرض طبعا المده راح تطول فيعني <applause> في هو مبدئيا من سنه ونص لسنتين على الافتراضي اللي موجود الحين. يعني خلينا نقول سنتين اذا م. بناخذها يعني اكثر مده، أي. حلو، يعني بصراحه مشروعكم وايد حلو وقاعد يعني تشتغلون على المشكله تدورون لها حل <applause> غير هذه المشكله مالت مثلا خلينا نقول الخط الرابع شنو المشاكل اللي تشوفينها شعاع يعني بدك ان احنا نحلها فعلا غير يعني غير هذا الطريق شنو طريق ثاني ما فكرتوا انكم تسوون؟ كل مكان كل مكان بالكويت زعلان كل مكان شوفي انا دراسه ما سويتوا دراسه على مكان غير هذا؟ طبعا سوينا يعني احنا اخترنا هذا المكان بس مو معناته احنا ما دورنا المناطق اللي حوالينا يعني اذا اذا انت تشوفين مثلا لما نكمل بهالشارع راح يطلع لنا دوار هذا الدوار هم زحمه مهم. فلازم هم ندرسها مره ثانيه عشان نحل المشكله هذه المنطقه هذه نحل الزحمه اللي فيها فاحنا درسنا مو بس هالمنطقه درسنا حتى المناطق اللي حوالين هالمكان مهم. عرفتي فبس شيء قدرنا يعني نحل اكثر من مكان هذا بس اللي سوينا عليه فوكس اللي هو هذا المكان اللي احنا اشتغلنا عليه عدل. م -م. حلو، فاطمه يعني آآ آآ هذا اللي هو مشروع التخرج، ايه؟ شنو شنو ردة فعل مثلا خلينا نقول الدكاترة والمهندسين اللي عندكم على هذا المشروع؟ شوفي لما احنا بلشنا نشتغل فيه، احنا اشتغلنا فيه خلال سنة كاملة. م -م. لما اشتغلنا فيه ما حسينا فيه كثر يوم المعرض، يوم المعرض لما يولنا الناس وشافوا يعني احنا شفنا الفيدباك منهم بنفس الوقت وايد لامسوا يعني مسوا المشاعر انه خلاص يعني احنا تعبنا ما ضاع <applause> اللي سويناه شفناه براي الناس وبالسبورت اللي حصلنا <applause> يعني حتى في دكتور اسمه دكتور سام احنا ما عرفناه بالجامعه الا يوم المعرض لانه هو بالبزنس اكثر <applause> آه يا قال لنا مشروعكم من كثر ما هو عاجبني انا ما ابي يوقف هني <applause> ابي يعني الخطوه الجايه تدشون فيه يعني يروحوا روحوا الوزاره قدموا مشروعكم ورحتوا وقدمتوا لا فاينلز خلينا نخلص فاينلز وان شاء الله دايركت رايت اي <applause> على فاطمه ان اللي لامس زياده قلوب الدكاتره والزوار اللي هو المعرض ان في منهم كانوا ناس ساكنين هني ساكنين هني هم <applause> يواجهون هذه المشكله يوميا فكانت مهم. كل جملهم انه بالعكس جوفورت طبقوه احنا عايشين هناك احنا نشوف المشكله هناك فيعني تعرفين يعني تحسين ان تعبت ما ضاع يعني احنا في بادئ الموضوع كنا ماخذين المشروع كالرابع كله مهم. بس ليش الرابع كله فيه صعوبة؟ اساسا في وايد مشاريع مدروسة أيه. وموجودة حق الرابع بس باقي انها تتطبق، ليش ما تطبقت؟ لان الرابع ك... يعني كمناطق حوالين المناطق كبيرة أه. فمشكلته الكبيرة التثمين، من كذي احنا صغرنا المشروع ليه الانترسكشن اللي احنا اخترناه عرفتي <applause> لان الرابع ككل جدا صعب ان انت تتحكمين فيه حاليا خصوصا مشكلة المناطق اللي حواليه مشكلة التثمين مشكلة الناس اللي عايشة انت هاي الناس كلها بتشيلينها وين تودينها ف <applause> يعني الحمد لله تعبنا مرة كنا عندك شيء شو عاد بس انا حابه اضيف على زميلاتي انا صدق اوجه شكر حق دكتورنا اللي <applause> هو اللي ماسك مشروعنا بالجامعه دكتور محمد سالم ما قصر معنا بالعكس كل ما نقول فكره حقه قاعد يقول اي روحها وسووا دوره وقاعد يساعدنا قاعد يعني وايد وايد كان دعمنا بالسنه هذه اللي احنا اشتغلنا فيها فاشكره وايد. يعطيكم العافيه اصلا وكل الشكر لكم على هذا المجهود أه سالم ما عندك اضافه تبي تقولها او فكره معينه لا انا انا اصلا وايد مستانس على المشروع يعني وفخور اني اشتغلت على هذا المكان أه بس انه يعني ان شيء حلو ان قدرنا نحل هذه المشكله. صحيح للامانه إيه؟ يعني احنا فخورين فيكم وبهالطاقه الشبابيه وبهالانجاز يعني اللي يشرف الكويت وارض الكويت وشوارع الكويت فب يعني فبودي تقولون لي شنو خططكم المستقبليه نبلش فيك سالم. آه راح ناخذ المشروع ان شاء الله. <applause> نسمع كلام اللي البروفيشنالز وان شاء الله نمشي, نمشي نروح فوق من بعد التخرج رايحين <applause> ان شاء الله يا ريت يا ربي على الله. ايدكم يعني ننتهي من هذه الازمه وصراحه تنحل خططك المستقبليه <applause> على الصعيد الشخصي ابي اكمل دراستي يعني ما ابي اوقف المستوى اللي انا وصلت له لازم اطمح حق الاحسن وبشكل عام ابي اي شاب او شاب كذي يحس من داخله انه في طموح او ميول حق مجال معين لا يوقف، خيكمل وراح يوصل له. ان شاء الله، بالنسبه لك زينب خذي ابي ازيد على كلام شعاع إن انا اشكر كل شخص ساندنا بالمشروع ان كان المهندس خوان اللي ساعدنا وهو شغال على مشروع جسر جابر، المهندس فيصل الجهيم اللي ساعدنا بالترافيك. دكتور محمد سالم المهندس عبد الهادي يعني وايد ناس وقفت معنا وكيل وزاره الكهرباء والماء عبد الله بشهري كلش ما قصر ويانا وكصعيد كصعيد شخصي ان شاء الله لان انا حابه هذا التخصص ناويه اني اكمل فيه الماستر وراح اخذ المشروع للنكست ليفل ان شاء الله وابي اوصل فيه الوزاره ان شاء الله يا ربي يوفق الجميع وبالنسبه لشعاع آه ما قالوا كل شيء <applause> <applause> اشكر كل المهندسين اللي ساعدونا وايد وطموحي حق قدام انا يعني اوكي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اخذ الشهاده شهاده الهندسه بس لما اروح مكان مثلا المهندس قاعد يعطيني معلومات هم احس لا انا ابي اخذ المعلومات ابي اصير <applause> نفسه يعني يكونون قدوتي فان شاء الله ما اوقف وحلم حياتي اني ابطل مكتب استشارات هندسيه ان شاء الله <applause> <applause> وبس ان شاء الله يا ربي تتحقق كل احلامكم وطموحاتكم وكل الشكر اللي. لكم على وجودكم معنا وكثروا من هذه المشاريع أحلى. لان احنا فخورين فيكم بالفعل مشاهدينا اتمنى انكم استفدتم من الفقرة اكيد متواصلين معاكم ولكن فاصل وراجعين رجعنا لكم مشاهدينا في هذه الفقره مع الدكتورة عذاري الفضلي استشارية العلاج النفسي الاكلينيكي وبالتحديد راح نتكلم اليوم عن جرائم الاحداث يا هلا ومرحبا فيش دكتورة عذاري اهلين هلا والله تسلمين اكيد منورتنا دكتورة عذاري في البداية نبي نتكلم عن تقييمك لجرائم الاحداث عندنا هني بالكويت اول شيء طبعا مشكورين على اختيار هذا الموضوع لان فعلا يعني احنا قاعد نواجه هذه المشكله مو بس بالكويت يعني احنا قاعد نواجه المشكله هذه نقول في العالم اليوم مشاكل الاحداث قاعده تتزايد يوم عن يوم والاسباب مختلفه ومعروفه لكن للاسف ما قاعد نحط يعني ايدنا على العلاج وقاعد نباشر ونبدا نعالج هذه المشكله الاسباب تختلف من من فئه لفئه ومن دوله لدوله في ممكن تبدا الاسباب من الشخص نفسه الطفل يعني دائما اي مشكله يمر فيها الحدث ان كانت عنف او سلوك عدواني تأكد أن أساسها وبدايتها كانت في مرحلة الطفولة <applause> فمرحلة الطفولة هنا إذا كان تأسيسها ضعيف إذا كان في مشاكل في التربية مشاكل في التعامل مع الطفل <applause> غياب الأم غياب الأبو آه، في مشاكل بينهم في العلاقة نفسها راح تاكد ان هذا الطفل راح يتاثر عليه كل هذه العوامل وبالتالي راح نشوفها مشاكل وسلوكيات عدوانيه في مرحله متقدمه من العمر. صحيح. فاكيد احنا اليوم اذا ما نعرف نتعامل مع الطفل <applause> ما نعرف شلون الطفل يفكر يعني دائما الامهات اول ما تحمل تفكر انه شلون توكل للطفل شلون تلبسه شلون تشربه بس عمرها ما يعني تعلمت شلون الطفل يفكر شلون الطفل يتعامل مع او يعبر عن مشاعره فهذه الخلل كلها تاثر على تاسيس الطفل النفسي وتكوين شخصيته حلو يعني دكتوره عذاري نقدر نقول ان مثلا العقد والامراض النفسيه تتكون في مرحله الطفوله بالضبط بعدين اذا كبر الشخص أهله ما يدرون أنه هو مريض أو معقد عنده عقدة من الطفولة إيه. وحتى أنه هو تلقينا ما يعرف أنه هو يعني في عنده عقدة من موقف معين أو صح. من مشكلة صارت له في الطفولة صح. أو تعرض لي شيء معين إيه. أنا دائما أشبهها في تأسيس الطفل لما تأسسينه شلون يقرأ وشلون يكتب فنفس الشيء تأسيس شخصيته فإذا أنت ما أسست الطفل صح من طفولته من صغره تاكد ان هذا الطفل راح يكبر وتاسيسه ضعيف <applause> نفس الشيء اللي ما ما اسستيه صح انه يقرا ويكتب راح يكبر راح يلاقي صعوبه في القراءه وفي الكتابه <applause> فصير الموضوع شوي متاخر يعني <applause> إيه. احنا دائما لما يقول الاحداث <applause> او المراهقين او يعني اللي هم المرحله هذه المتقدمه شوي يعني شوي خلينا نقول الطفل كبر او شاب <applause> إيه. آه نقول حق الاهالي انت انت ما تقدر الحين تدخل. الحين لا انا لازم ان انا اعيد تاهية هذا الشخص، اشوف الاسباب، اشوف الامراض الاساسيه العميقه في هذا الحدث صحيح. مثل ما قلتي قبل شوي اشياء متراكمه ظهرت عليه متاخر فتعرفين ان احنا نغوص في تاريخه في مشاكله الاساسيه من الصغر وتلقين يعني هم هو ما يتذكر لانه في مرحله الطفوله بالضبط. فما يقدر يعرف شنو مشكلته او او بالضبط. يعني مثلا يفتش العقده او حتى اذا راح حق مختص نفسي يعني تبيني تعرفين شنو ماضي هالطفل اكيد فهني تكون المشكله حلو يعني بصراحه موضوع جدا شيق ولو بنتكلم عن اكثر الجرائم شيوعا في الاحداث نعم آه شوفي الـ الاكثر خلينا نقول السلوكيات هي مختلفة متعدده تبدا من السرقه، من السب، من الشتم، من الخز آه، في الحين الجرائم الالكترونيه مم. اللي قاعد آه وايد تاثر على الاحداث مم. ان تقاضيهم وتسبب لهم مشاكل من خلال تعليقات، من خلال تصرف ما كان آه واعي له او بدون تفكير، مم. فبكل عفويه قاعد يتصرف في في هذه البرامج الالكترونيه وقاعد تطيحه في مشاكل مم. في في احداث قاعد يعني يطيحون في مشكله او اكثر من مشكله بوقت واحد يعني يا اما الطق اما الطعن يا اما القتل يا اما السب او كلهم مع بعض فالجرائم تختلف والدراسات يعني بينت أن كل حدث يختلف عن الثاني ما في جريمه معينه نقول ان هذه هي الاعلى في عندك من السب الى القتل بت يعني بتشنة. نفس ما قلتي دكتور عذاري ممكن اول لو نسمع جرائم كانت هوشه قذف سب الحين وصلنا يعني لمرحله جدا متطوره قمنا نسمع وايد فلان قتل امه بني قتلت امها ابوها اختها فيعني هذا شيء صراحه قريب على مجتمعنا م. ودخيل شيء جديد وهم بالدراسات بينت ان ارتفاع نسبه الجرائم عندنا بالكويت زادت 25% م. لو نرجع نسال شنو سبب هذا الارتفاع او شنو سبب يعني هذه الجرائم اي خليني اقول يعني نقطه وايد مهمه احنا اليوم كلنا قاعد نعاني منها مم. وهذه مو بس حق الاحداث يمكن حتى الكبار بالعمر اللي هي نقطه التعامل مع الغضب مم. اليوم الطفل يغضب ويعصب ويزعل ويتضايق يمكن من امه اللي اقرب شخص له ومن اي احد قريب عليه. فالطفل هذا ما تعلم شلون يتعامل مع مشاعر الغضب، مه. ما ما تعلم ان انا شلون افرغ هذه العصبيه، وين اروح؟ شنو اسوي؟ أي. ولا احنا الكبار اللي ساعدناه وقعدنا ومتصينا هذه المشاعر وساعدناه ان هذه المشاعر تطلع وتظهر ويفرغها. مه. فاصبح اليوم الطفل من هو صغير يعصب يزعل يضايق يكبت 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 يكبت, يكبت، لين نشوف وصل لمرحله ممكن انه يقتل امه او يقتل ابوه لان هذه المشاعر تتخزن ما تطلع اذا ما طلعت او اذا الشخص ما تعلم انه هو شلون يطلعها او اذا مثلا شخص كبير مثل ام مثل ابو قاعد مع ولده قاعد مع طفله وامتص هذه المشاعر المشاعر السلبيه راح تبقى فيه حتى بعد عمر 40 سنه راح تبقى في هذا الانسان فتطلع في اي لحظه ينفجر فيها ممكن هذه اللحظه تكون قتل او ياذي الشخص اللي قدامه او يؤذى نفسه منها الانتحار، اذى النفس، الحين احنا قاعدين نشوف ونواجه مشاكل عند المراهقين اللي هي جرح النفس جرح الذات، وتشوفين البنيه او او الشاب عادي يعني لابس ملابس ومغطي ولا حد يدري فيه، ليش لما نقعد معاهم نلاقي ان الاسباب البيت ودائما كل مشكله نفسيه وكل مشكله اجتماعيه اساسها البيت اساسها أه ما نقول احنا والله الاهل ما يعرفون يربون او انه يمكن في مشاكل بالاهل او في انفصال او طلاق، لا نقول مثلا في تعامل خاطئ وسيء بين الام والطفل. يعني احد الاسباب اللي كان من احد الاحداث اللي كان يشق ايده ويجرح نفسه ان امه كانت تخش عن عليه وتخش كل اخطائه يعني لما كانوا يستدعونها في المدرسه كانت تطوف له مره المدرسه امسكت انه يدخن فتدري ان ولدها يدخن بس ساكته يعني ما ما حلت المشكله مه. وما سوت شيء بس يمكن يعني دكتوره عذاري هي تصرفت بالموضوع بطريقه لينه، بطريقه انها هي إيه تبي تتفاهم معه ممكن لو تصرفت معاه بـ بـ يعني بعصبيه وبغضب ممكن تلقى انها رده فعل ثانيه، فصاير صعب التعامل مع يعني مع يعني شبابنا او طالباتنا او مراهقين صاير صعب ان احنا نتعامل معهم مو عارفين نتعامل معاهم باللين، بالعصبيه، بالالتزام. شنو شنو الحل؟ شفي ريم هذه مشكلة عند اغلب الاهالي فعلا ما عندهم الوسط، يعني حتى لما احنا نقعد مع الاهالي يقولون تبيني اطقه؟ تبيني اسبه؟ اذا اذا انا قلت لك انت راح تتغاضى معناته الحل الطق والسب؟ لا مو كذي الحل، من قال لكم ان الحل بس اثنين يا يعني اما إن أنا اسكت واصير طيبه واطوف له او ان انا اطق واسب واشتم واصرخ علشان انه هو يخاف لا لا هذا صح ولا هذا صح عامله كنه هو مثلا كبير يفهم باسلوب الحوار باسلوب بالمنطق بالضبط اول شيء إن انا احط ايدي على الاسباب شنو السبب اللي خلاه هو يتصرف بهذا السلوك؟ أيه. شنو السبب اللي خلاه يمكن يكون أصدقاء اصدقاء السوء يمكن مو بالبيت مه. يمكن في مشكله والله يبي يثبت شخصيته قدام ربعه مه. فالحوار وان انا اسمع له وما اخرعه واسبب و... و... له الرعب وان انا امك ولا راح اطقك ولا ابو مرات أيه. اوكي لا اعطيه فرصه يتكلم مه. ومو من اول مره لانه هو من اذا من البدايه انا مدربه الطفل على انه في حوار في اخذ وعطاء وانه انا راح اسمعك علشان اساعدك علشان ادعمك مو علشان اطقك او اهاوشك، هني خلاص هو راح يصير عنده فكره لما انا اتكلم يصير عنده حوار مفتوح، علاقه قويه بينه وبين امه او ابوه، فهي تحط ايدها على الاسباب، والام او الأب اذا عرفوا الاسباب قدروا انه يعالجون السبب ما يعالجون الحاله، ما يعالجون الحدث صحيح يعني. السبب شنو اللي خلاه يتصرف بهالتصرف صحيح اذا كسبوا يعني ثقه هذا الولد او هذه البنت فبدال ما يروح هو يتعرض لمشكله يشتكي فيها حق ربعه ومثلا ياثرون فيه او ينصحونه بطريقه خاطئه هو يلجا لا مثلا حق امه حق امه أم أم يدري ان امي اذا قلت لها راح يعني تتعامل معي كني صديقي او كني يعني كنها صديقتي فاروح الجا حق امي والقى الحل المناسب عندها بس ممكن اغلب الاهالي ما يتعامل بهذه الطريقه حاطين حدود بينهم وبين اطفالهم. طيب هذا اكبر غلط ما هذا مم. عشان كذي احنا قاعدين نشوف الجرائم قاعده تتزايد وقاعد تشوف الطعن والقتل الام والابو وطبعا هو ما يجي فجاه تلاقينا يا اما تحت مخدر مخدر او تحت شيء يعني نقول المسكنات منها مم. أدوية ما يكون شي... بوعية حتى هذا الشيء اللي إحنا بنتطرق عنه يعني إحنا قاعدين نبحث عن الأسباب اللي أدت لهذه المشكلة عشان نقدر نحلها فيقولون الأسباب إن الإنفتاح اللي مم. قاعد يصير عندنا في العالم، مثلا خلينا نقول التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي زادت من هذا الانفتاح، نفس ما قلتي صار عندهم انه يبون يقلدون القرب آه يبون مثلا يتعاطون اشياء معينه، فصار عندهم انفتاح عالي، فهل مم. تتوقعين ان هذا السبب في هذه الجلاء؟ آه لا شوفي عمر الانفتاح ما كان اداه سيئه حق اي كائن بشري، مم. الانفتاح بالعكس يطور الشخص ويخلينا مطلع يستكشف واحنا لما نكون منفتحين على العالم الاخر مفروض ان هذا الشيء يخلينا اكثر نضج واكثر وعي لكن احنا سوء استخدامنا لهذه الاداه هي اللي قاعده تضرنا فاي شيء انا اسيء استخدامه راح يضرني حتى لو كلاس ماي اي شيء استخدمه بطريقه غلط فراح يسيء استخدامنا راح يسيء آه الاداه هذه في الحين محاضرات ودورات يعني وقاعد تطبق برا ان انا شلون احمي نفسي من برامج التواصل الاجتماعي هذه احنا ما نقول شلون تقطع عن التواصل الاجتماعي أو شلون تبتعد عن التواصل الاجتماعي، شلون تحمي نفسك. <applause> يعني عادي إن الإنسان إنه يكون بالعكس مطلع ومستكشف ويسافر ويروح ويخالط مجتمعات مختلفة، <applause> مو بس من خلال الأجهزة، روح بالواقع بالفعل. <applause> لكن آه متى أنا أعطي هذه الأداة لطفلي؟ بأي عمر؟ <applause> هني السؤال. <applause> بأي عمر؟ لا بعمر 12 سنة وفوق. <applause> أعطيه هذه الأداة. <applause> أقل من 12 سنة هذا أك أنت قاعد تعطيه كأنه شيء آه سوري يعني مثل الستين قاعد يضر في نفسه او قاعد ياذي ما فيها ما نفسه. معها ما يعرف يتعامل معاها. ما يعرف يتعامل معاها ولما انا اشوف طفل بسنتين قاعد يلعب في هذه الاجهزه ما نعتبره ذكاء لانه بالعكس هي ما فيها اي مهاره او صعوبه علشان انا اقول والله الطفل قدر انه هو يتعامل مع هذه الاداه، بالعكس هي وايد سهله فالطفل واللي وغير الطفل ممكن يتعامل معها بكل سهوله، ففي بعض الاهالي يشوفون انا والله. ولدي ذكي، يعرف شلون يستخدم الايباد، يعرف شلون يدش على صوري، يعرف شلون يدس ما ادري شنو مسج، هذا مو ذكاء. هذا هذا شيء وايد سهل اي انسان ممكن يستخدمه حتى الطفل. فافضل عمر ان انا اعطي هذه الاداه للطفل هو في عمر 12 سنه وما فوق. وطبعا لما انا اعطيه هذه الجهاز لكن طبعاً يكون في تأهيل إن شلون يستخدم هذا الجهاز، وين يدش في مراقبه في متابعه آه، تكون خلاص الطفل اصلا تاسس عمره 12 سنه كبير يعني مو مو طفل صغير. مه. يعني نقدر نقول هذا الانفتاح او مثلا ان الاهالي يسلمون اطفالهم لاجهزه او آه، 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 مواقع التواصل الاجتماعي في سن اقل من سن 12 آه، فهذه هي إيه تكون هني المشكله؟ اكيد اكيد وايد غلط يعني مه. اكبر وهذا يعني على فكره مو آه من عندنا او من المجتمع العربي خلينا نقول. هذا الدراسات بينت انه صحيا حتى للطفل ولقدراته العقليه مه. وللمخ وللخلايا انه يستخدم هذه الاجهزه من بعد عمر 12 سنه لانه مو بس يضره سوشيالي يعني ان انا شلون اتصرف بطريقه غلط مع المجتمع او ان انا اضر شخصيتي يضره حتى جسديا حلو للأمانة يعني مستمتعين إحنا معاش دكتورة عذاري في هذه الفقرة أكيد متواصلين عندنا وايد أسئلة ويعني أشياء وايد مهمة نبي فيها مشاهدينا فمستمرين معاكم مشاهدينا ولكن فاصل وراجعين لكم رجعنا لكم مشاهدينا واكيد مكملين حوارنا مع الدكتوره عذاري وقبل الفاصل يعني دكتوره عذاري تكلمنا عن مثلا بعد 12 سنه أن هني انا اسلم الطفل الجهاز عشان يستخدمه، بس لو بنتكلم انه هو الحين في مرحله مراهقه، اذا من غير مراقبه او من غير وعي ممكن انه هو يسيء استخدام هذا الهاتف ويعني تركب على هذا الشيء يعني مشاكل. صح بس اذا احنا مثل ما قلنا قبل شوي اذا انا عرفت شلون اسس هذا الطفل صح من خلال تكوين شخصيته شلون يتعامل مع مشاعره، شلون يتعامل مع مشاكل حياته ما في مراهق يلجا الى اي سلوك عدواني او سلوك هنقول عنف الا اذا كان في تاسيس خاطئ في مرحله الطفوله. عشان كذي الام في مرحله الـ 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 الحمل إيه؟ لازم تتعلم سيكولوجيه الطفل مه. وسيكولوجيه الطفل مو بس من الاشهر الاولى عشان آه تعامل معاه في السنوات الاولى خمس سنوات الاولى مه. وبعدين يتغير التعامل مه. ما بعد السنوات الثانيه الخمسه الثانيه إيه؟ والتعامل يختلف ما بعد السنوات الخمس سنوات الثالثه مه. فاذا الام عرفت شلون تتعامل مع طفلها في اول خمس سنوات صح سيكولوجيا إيه؟ تكوين شخصيته صح يعرف شلون يتعامل مع مشاعره م. زرعت فيه ثقه بالنفس صحيح. آه زرعت فيه الايموشنز العواطف م. العاطفه ما راح يطلع هالشاب هذا عنده نقص م. في العاطفه ما راح يطلع عنده عقد صحيح. ما راح يطلع عنده ثقه بالنفس معدومه ما راح يطلع يبي الاخرين يبي م. يثبت نفسه ما راح يطلع يبي ياذي اهله علشان يلفت انتباههم ما راح ما راح ما راح ما راح يسوي عشان كذي قاعدين نشوف احنا نماذج ناجحه في في مجتمعنا تاسست صح وكبرت صح ووصلت ونجحت وشخصيات رائعه فالاختلاف ليس في ان هذا الانسان سيء وهذا الانسان كذي بالفطره لا في اسباب في التاسيس في التنشئه في مرحله الطفوله وهذا هذا السبب أي مشكلة يمر فيها المراهق ويبقى من الخمس سنوات الأولى اللي هي من عمر السنة لخمس سنوات أسلوب مختلف ومن خمس سنوات لعشر سنوات أسلوب ثاني مختلف للتعامل ومن خم... من عشر سنوات لخمسة عشر سنة اللي هي مرحلة المراهقة أسلوب مختلف حلو. اذا انا عرفت شلون اتعامل مع في الخمسه الاولى والخمسه الثانيه الخمسه الثالثه اللي هي مرحله المراهقه اللي احنا مثل ما نقول هني خلاص يصير الام تصير الام او يصير الابو صديق المراهق صحيح. والحوار مفتوح والداعم ايه. وانا اراقبه من بعيد بس اذا طاح في مشكله اشيله واطلعه من هذه المشكله ما امنع او احرمه واقيده واقول له لا 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 علشان والله المراهق يسبب مشاكل حق نفسه مه. واذا تاسيسه غلط اي اوكي راح يسبب مشاكل حق نفسه اذا تاسيسه غلط وتشوفين ولدك او المراهق قاعد يسبب مشاكل كبيره للمجتمع بالمدرسه اقول لك لا حطيه حتى في مصحة أيه. يتعالج. يتعالج مو ان انا امنعه واراقبه واطقه لا مه. لازم انه يتعالج مه. وفعلا في حالات حولناهم للعلاج مه. سكرنا عليهم الابواب وسكر وعزلناهم على المجتمع لتاهيلهم مه. وتاسيسهم من اول جديد لانهم خطرين على نفسهم وخطرين على المجتمع, على المجتمع. يعني ف... دكتورة عذاري نفهم من كلامك أن التربية والنشأة الصحيحة في البداية هي أساس كل شيء 100% اوكي فيعني الواحد يعني ما بين عياله يدير باله على عياله ينشئهم نشأة صحيحه يركز أبقى. عليهم خلينا نقول على اول خمس او سبع سنين مم. من مرحله الطفوله لان هذا الاساس وهني تتكون تأسيس الشخصيه شخصية. لان ما يقدر احد ممكن يتدخل في امور هذه الشخصيه لانها تكونت من مخاوف من عقد من اشياء أفكار نفسيه افكار إيه. كلها تتكون هني فصعب الانسان يغيرها في مرحله ثانيه م... إيه. حلو يعني بزر. لو بنتكلم من حين خلينا نقول نشا نشاه صحيحه وتربى تربيه صحيحه دخل المدرسه أكيد المدرسة لها دور في إنها هي أكيد تنشئ هذا الطالب أو الطالبة هم صح. صحيحة. مم. لو بنتكلم عن البعد النفسي مم. يعني لو مثلًا هناك أخصائيين نفسيين مم. مركزين على الطالب وكل طالب وشلون يتعاملون مع مع نفسيته فهل تلقين هذا الشيء هم من يحل مشكلة الجرائم إيه اللي صايرة عندنا؟ طبعًا طبعًا يعني ما أتوقع إن في مدرسة ما فيها أخصائي نفسي لدور مهم في هذه المرحلة. هو موجود في كل مدرسة أخصائي نفسي بس أنت لو تشوفين مثلا مدرسه فيها كم طالب وتلقين اثنين اخصائي نفسي مم. فما يقدر هو يعالج هالشيء مثلا لو كثف هذا الشيء او كثف هذا المجال في المدارس مم. فتلقين هذا الشيء راح يساعد على نشاه وبالذات في مرحله مراهقة طبعا مم. كل مدرسه وكل المدارس المتطوره المتقدمه عندهم اكثر من اخصائي نفسي في المدرسه مم. وللمرحله الـ 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 الواحده يعني في مثلا مثلا خلينا نقول المرحله الاولى الابتدائيه مثلا اولى ابتدائي الاولى ابتدائي إيه؟ فاصلة ولازم ان في اخصائي للبنات وفي اخصائي للصبيان <applause> آه في في تعامل مختلف في هذه المرحله وحتى لل... آه خلينا نقول لجنس الطفل اذا كان بنت او او ولد يعني انا قاعده اشوف مدارس اخصائي رجل في المراحل الاولى اولى ابتدائي او روضه او حضانه <applause> وهذا غلط يعني البنت ما تاخذ راحتها لما تشوف ريال لكن لما نكون حط أخصائية نفسية للمراحل الأولى في الحضانة في الابتدائي نقول حتى ممكن المتوسطة والثانوية تكون أخصائية مرة معاهم محي. نفس الشيء راح يفرق وايد في التعامل مع مشاكلها مع يمكن ما تقدر تصارح أمها في موضوع تقدر تصارح الأخصائية ويا محالات عولجت في المدارس مهي. يعني تكون المشكلة في البيت والبنت فتحت قلبها للمدرسه والمدرسه قامت في الدور الصحيح وحولتها الاستشاريه والاستشاريه عالجت المشكله بعيد عن البيت والبنت الحمد لله يعني تشافت وتعافت من من العقد والمشاكل اللي كانت تمر فيها في البيت المدرسه مو بس اذا الطفل تاسس صح ممكن ان هي تساعد إذا الطفل تأسس غلط ممكن إن هي تساعد. بعدها هم إن هي تساعد. وايد يعني لو بنتكلم عن الجانب النفسي والاجتماعي بالمدرسة والأخصائيين، دكتورة عذاري هل تشوفين هناك في قصور وهذا السبب اللي يزيد ارتفاع نسبة وايد. الجرائم عندنا وايد وايد يعني أنا أمس أمس اليوم اليوم بالضبط يالي يعني موضوع أنا أتكلم عنه اللي هو شلون المدرسين يتغافون ويسمحون للغش بالمدارس إيه؟ يعني انت لما كمدرس وقدوه وقاعده تساعد الطالب تدري انه قاعد يغش وتقول يلا بسرعه خلص او يلا لا تشوفه أو, أو, او يعني انت اصلا تغششه مثلا راح تسمح لنا هذا الشاب انه يتعامل بكل مشكله يمر فيها بواسطات يدخل في اي شيء انه انا ما اعرف احل مشكلتي بنفسي لازم في شيء اداه تساعدني علشان انا احل هذه المشكله <applause> لانه ما تعلم انه هو شلون يتعامل مع مشكلته الامتحان مو بس منهج الامتحان <applause> تاهيل يهيئ الشاب انه يتعامل مع التحديات مع الصعوبات مع مع مشكله شلون ان انا احل هذه المساله الصعبه <applause> في هذه الاجواء فانت قاعد تاسسين شخصيه <applause> مو فقط ان انا ازرع في هذا المعلومه <applause> عشان كذي دائما في طلبه يقول هذا ايش يفيدني باتشر مم. احنا ما احنا ما نزرع منهج احنا نزرع مهارات صح فانت لما تحطين الشاب او البنيه في اجواء اختبارات في مراقبه مم. في متابعه في قوانين انت قاعده تهيئين هذا الشاب بالمجتمع انه في قوانين في 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 احكام في قيود في البلد في عواقب اذا انت اخطات في المجتمع في لها عواقب وفي ممكن يؤدي الى سجن ولا عقوبات كبيره يعني صحيح فاذا احنا تساهلنا في المدرسه عن هذه العقوبات وتساهلنا في القوانين فاكيد راح يطلع الشاب يتساهل مع قوانين الدوله صحيح يعني دكتور عذاري تكلمنا عن دور الاسره ودور المدرسه لو بنتكلم عن الوازع او يعني الوازع الديني لان الدين هو اخلاق اخلاق صح فيعني شنو دور الوازع الديني في هذا الموضوع شوفي احنا اذا بنتكلم عن العلم النفس والعلاج النفسي مم. راح نشوف كل اسسه وكل عناصره هو اصلا الدين الدين بالضبط فعلا يعني يمكن انا كمتخصصه ودرست وشفت النظريات والطرق والاستراتيجيات العلاجيه في في العلاج النفسي لما نيت الدين لقيت وايد وايد متشابهه صحيح. ووايد متقاربه مم. اتمنى اذا فعلا احنا قاعد نطبق مم. الدين الصحيح مهم. فاحنا ربينا جيل صحيح يعني. <applause> فعلا يعني مره قرأت كتاب دكتور يقول درست عشرين سنه في علم النفس الا انني لم افهم علم النفس الا بالرجوع لخالق النفس، صح. يعني لقى كل الدراسات والابحاث اللي سواها كيعني يعني لا نتكلم في جانب حلال وحرام في جانب اخلاق، بضح. في جانب تأسيس. علم نفس، علم إيه؟ نفس، يعني شلون الواحد الإنسان. مع نفسه وشلون النفس شلون هي اماره بالسوء واماره بالخير واشياء كذي. ففعلا يعني الوازع الديني شيء مهم في اساسيات الناس للامانه دكتور عذاري جدا استفدنا من هذا الحوار وهذا الموضوع كلمه اخيره حابه توجهينها لمشاهدينا من خلال يعني ان بكونهم اهما اسر وعندهم اطفال وعندهم مراهقين نعم. كلمه توجهينها لهم أه طبعا مثل ما يعني اول شيء شكرا على الاستضافه وشكرا لك ان الحوار كان وايد ممتع والله كل آج. الشكر لك أنت على تسلمين. المعلومات المفيده تسلمين والكلمه الاخيره للأهالي إن مهما شغلنا في الحياة استثمارنا في شغلنا وفي دوامنا ما يشابه استثمارك في طفلك <applause> هني هذا الاستثمار الصحيح لما تعطي وقتك وتعطي فكرك وتلفت انتباهك لهذا الطفل أنت استثمرت شيء راح يدوم يعني حتى بعد ال بعد عمر طويل بعد الوفاة لك يعني مهم. لاسمك ولحياتك ولأسرتك مهم. فأتمنى أن كل أم وكل أبو تستثمر في طفلها أكثر ما تستثمر في أي وظيفة في أي عمل في أي مهارة في أي مهم. هواية ثانية ما, ما نتخلى عن هذا الأشياء لكن لما أنا يكون عندي طفل صغير أحاول أن أنا أنشأه صح أكونه صح من خلال تثقيف نفسي اثقف نفسي اراجع استشاريين اسريين اقرا كتب ادش دورات تدريبيه اطور من نفسي عشان اسس هذا الانسان لان الام والأب هم صناع انسان. صناع المستقبل وصناع اجيالنا، كل الشكر لك دكتوره عذاري، مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى انكم استفدتوا من هذه الفقره، نشوفكم على خير، الى اللقاء.